وفقط الكرماتور في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أحرز طبقة الطعام والمقدم المقيمين والمسافرين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فضلا تبع هذا قومه وفقط تحت وكان تحت تأثير المخدرات محل الاتهام الثاني. سيارة تحت تأثير مخدر ألفا دفاع سيدنا محترم سيدنا الرئيس حضر من بورسعيد وهو سبب حضوري إلى القاهرة كان لعرض بعض النتائج لإجراء عملية جراحية استئصال الأورام الموجودة في الجهاز. حدث المشكلة بينه وبين ساعه فازداد الضغط النفسي عليه، ضغط نفسي منذ ثلاثة شهور تحت ضغط عصبي ونفسي مباشر لزائد رئيس الجامعة وزملاء الموجودين الآن بالقهر لأنه بيتعامل معهم يوم. حدثت تلك المشكلة فازداد الضغط النفسي ولسنا بسائق الأوبر والمتهم حتى العميلة التي كانت راكبة أنكرت كل ما قاله من ضمن التناقض. أعود إليها العميلة تحت الأوبر أنكرت كل ما قاله الشاكي في محضر من اعتداء من ضرب من إتلاف. إحنا ما بنتكلموش بحاجة، هذا الدواء يعطي نفس الأثرين. نعم بس ده للاضطراب النفسي والاكتئاب بيعطي نفس الأثر. أنا بدي الدكتور تحديدا وقالوا إن هذا الدواء بيعطي نفس الأثر، الأثرين المادتين التي وجد في دم الدم بيعطيهم نفس الأثر. بيتحول هو اسمه شوية مش عاوز اتلخبط في الجدول مكان، بس هو بيدي نفس الاثر اللي موجود في التقرير الطبي. تمام. ويشهد منصب مدير اداره التظلمات في جامعه بورسعيد كما هو سابق من تحت الارض. لم يكن دائما متهورا كما وصفته وسائل الاعلام، واحقت عليه وعاقبته قبل ان يقف امام هيئتكم الموقره. مش عاقبته هو بس، عاقبته اهله، عاقبته اسرته، عقبته زمايله اللي موجودين دلوقتي كلهم من الصف الاول يا سعاده الرئيس جايين يحضروا معاه ويشهدوا بنزاهه نفسه. عمر حتى من حوافظ المسندات اللي هيقدمها شهاده من رئيس الجامعه شخصيا بيوجد هذا الشخص ولو وانما المتهم كوكب وعوقب اهله ابوه المريض وظيفته يا سعاده الرئيس اللي ممكن يطرد منها في اي وقت اكل عيش. أنا بستسمح الهيئة الموقرة في أن يكون حكمكم العالي بالبراءة تبرئة أولا لساحته وساحة أهله وساحة أبيه وساحة زملائه الحاضرين الآن وساحة جميعا. وفي النهاية أتي المشروع وبناء عليه بصنا مع البراءة والشكل دي أحمد جمال أحمد فرجالي حكمت المحكمة حضورية معاقبة أحمد جمال أحمد فرجالي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريب 50,000 جنيه والزمته المصاريف ومصادره المخدر وامر بالغاء رخصه القياده الخاصه به ربع دجاج.